والعظام أه. واكيد متعته بكره القدم دائما موجوده وتعليقاته على المباريات سواء بقى محليه او عالميه. الحاج صلاح عبد الله فنان الجميل الكبير. فنان الكبير والقدير ابو فياض صلاح عبد الله تحياتي لحضرتك يا فندم. انا بحاول اجيبكم على التلفزيون احنا اهو احنا اهو يعني ما عرفتك يعني انت ارجنتيني ولا فرنساوي؟ لا انا النهارده كنت بشجع الارجنتين. شفت كابتن اهو زيك كابتن رضا. كابتن رضا كابتن رضا ميسي يا حاج صلاح حبيبي يا رضا حبيبي والله العظيم حبيبي يعني مش عايز اقول لك النهارده ميسي بيدي دروس للعالم كله ان محدش بقى لا يقارن بيا تاني. يعني هو النهارده عدى مارادونا يعني انا بحب مارادونا اكتر منه ولكن اللي عمله النهارده لا النهارده طبعا الماتش اللي فات واللي قبليه واللي قبليه لا عدى مارادونا بمراحل. بقول لك ايه يا رضا انت عارف انا متابعك وبتابع تعليقاتك وتصريحاتك وعارف قد ايه انا ايه عارف قد انت يعني ميسي بالنسبه لك حاجه جامده وهو بالنسبه للدنيا كلها عارف. صحيح صح صح آه لا هو بص النهارده اصله كانت كمان الحاله لا لا ده بس الماتش كان صعب قوي يا رضا. هو مين معاك في الاستوديو؟ معانا عبد الرحمن مجدي خالد عامر يعني محللنا يعني اللي كانوا موجودين معانا وامتعونا على مدار البطوله الحقيقه مع كابتن رضا طبعا وكابتن ابو الدهب. رضا وابو الدهب مع بعض؟ لا رضا وابو الدهب كابتن رضا بس موجود معانا النهارده. النهارده اللي معانا الشباب بقى خالد عامر وعبد الرحمن مجدي. يا حبيبي اهلا بيكوا اهلا بيكوا اهلا بيكوا يا مرحبا. انا كنت فاكر ابو الدهب عشان يقعد يتخانق مع رضا. لا ابو الدهب خسر الرهان يعني ابو الدهب خسر الرهان فاحتمال ما تشوفوش تاني. عارف يا رضا الحلقه دي يعني ما ينفعش يطلع النهارده وهو خسران. الحاله اللي بينكوا دي اقعد اضحك ضحك بالك هو خايف قوي قلت بس ابو الدهب ما بيكسبش خالص يا صاحبي يضطر يقلع الهدوم يا فنان استاذ صلاح. ابو الدهب ما بيكسبش كابتن رضا خالص ودي مشكله. ابو الدهب ما بيكسبش كابتن رضا هي العين تقلع على الحاج ده لا ازاي برضه التوقعات بتاعت كابتن ابو الدهب برضه ساعات بتيجي يعني يعني مش كل حاجه اوت يعني. لا هو طبعا يعني هو الراجل في غيابه راجل له كل الاحترام والتقدير انما شوف هو فين ميسي فين وهو فين. بص هي حاله عسل حاله عسل بينهم هم الاثنين بصراحه. طبعا رضا معروف من زمان بخفه الظل و حبيبي حبيبي يا عم صلاح وحضور الذهن و طب يا استاذ صلاح انا عايز اسالك سؤال. كابتن رضا من قبل البطوله ما تشتغل اصلا وهو مصمم على الارجنتين تتغلب من السعوديه مصمم على الارجنتين انا بقول له في ايه هو في ايه بالظبط انت يعني ايه الموضوع في مخاوي ولا ايه يعني انت عندك لما تفضل مصمم على حاجه زي كده وبعدين مش اول مره توقع كابتن رضا يطلع صح يعني حاجات كتير حتى بعد الهزيمه الاولانيه من السعوديه بالظبط مش كده بعد الهزيمه قال الارجنتين برضو صح. بس النهارده يا رضا بقى بامانه انت ما ترعبتش لما فرنسا فاقت في الشوط الثاني واخد بالك وفاجئتنا وفاجئت الدنيا كلها انها جابت جولين ورا بعض وتعادلوا وكان ممكن على فكره تخطف الفوز ده كان ممكن تخطف الفوز مرتين يا رضا وغلاوتك عندي في الوقت الاصلي ومره في الاكسترا تايم وغلاوتك عندي وغلاوتك عندي يعني انا حبيبي في 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 دلالات وعلامات لو ربنا رايد للفرقه دي ان هي تخرج كانت خرجت في ماتش هولندا لو ربنا رايد لها النهارده ان هي تخسر كانت الكوره اللي في الاخر ثانيه دي اللي الجون طلعها كانت دخلت وكان خلاص لم الفرح الله عليك واخد بال حضرتك فانا قلت بعد الكوره دي كمان قلت خلاص كده الارجنتين هتشيل كاس العالم ميسي هيشيل كاس العالم حتى في ضربات الترجيح اقسم بالله وحياه ولادي قلت بعد الكوره دي خلاص كده ميسي شال لان لو في حاجه كانت دخلت كان خلاص الموضوع انتهى ولا كنت هتوصل ضربات ترجيح ولا بتاع وطبعا في اسد كمان واقف عشان ياخد حقه حارس المرمى طبعا هو احسن حارس في البطوله فظيع خصوصا في ضربات الجزاء كمان رهيب يعني حقيقه انت عارف يا رضا انا حصل لي حاجه انا معلش بكلم رضا بقى لا احنا يعني اتفضل استاذ انت منورنا والله واخواتنا يعني اصلا يعني عايز اقول لك احنا كلنا بنتكلم كابتن رضا بس والله برضه يعني مفيش حد فينا بيوجه كلام النهارده اليوم بتاعه كابتن حبيبي ربنا يخليك النهارده حصل بص دراما يا رضا
دراما دراما، اكن مسرحيه، اكن مسلسل. انت عارف المسلسلات اللي هي فيها السسبنس دي واللي بقت تتذاع على المنصات، اكنه فيلم مثلا من الافلام اللي انا شاركت فيها، اللي هي كنت بتقعد تقول ايه ايه اللي هيحصل في الاخر، ايه اللي لا ليله كان فيها دراما فظيعه. انا لما كان الارجنتين جابوا جولين في الاول والاحتفالات الفظيعه، اللعيبه مع ميسي وكابور وبتاع، انا حصل لي حته قلق، كنت اكني بكلمهم وانا بتفرج على الماتش اقول لهم ايه ما تستنوا خلوا الاحتفال في الاخر. وبعدين لما جابت فرنسا جولين قلت اه شفت بقى ليه كلامي صح، جه راح جايب هو الجول الثالث ها، وبرده احتفال رهيب. اترعبت قلت له ليه بس كده، احنا قلنا نستنى للاخر، وفعلا فرنسا اتعدلت مش الوقت الاصلي، لا وكانت هتكسب لولا مارتينيز طبعا. الوقت الاصلي والاكسترا تايم خلص 3-3. بس هو يعني هو حاج صلاح، بص يا عم صلاح يعني التعادل لما حصل هو عشان يحل حلاوه كاس العالم، لان كل حاجه في حلوه الا الحكام يعني. كل حاجه، التنظيم، الاستادات، الملاعب، التصوير، المعلقين، اللعيبه، الفرق، المنتخبات، كل حاجه جميله الا الفار والتحكيم، هم دولت اقل حاجه، اقل حاجه في البطوله. ولكن عشان يبقى في نهائي يفضل في الذاكره كان لازم يحصل السيناريو اللي حصل ده، عشان ان ترجع فرنسا وبعد كده تروح تاني الارجنتين وبعد كده فرنسا تتعادل وبعد كده وصلوا ضربات الجزاء، هي دي اللي حلت النهائي النهارده. بقول لك يا رضا اتفضل. طب انا انت عارف مبابي ده احنا مسمينه مبابي عندنا، مبابي ده واد رهيب يا رضا. لا لا ايوه ماشي، قول له لعيب كبير، لعيب كبير على مبابي، بس محدش رجعه، محدش رجعه الا ضربتين الجزاء يا حاج صلاح يعني. ضرب قبل ضربه الجزاء ده استر ايسا يا كابتن حبيبي ماشي، ده في الاخر ده لا بص بص بدنيا. انا بكلمك حد بدنيا يعمل كده في الدقيقه 100 و120، ده عنده 24 سنه، ده يشيل لعيب ويجري بيه يا عم، 23 لسه ده يشيل لعيب ويجري بيه، معلش الله. اما ده مارادونا وميسي وهم في السن ده، انا لو ميسي بيلعب هو سليم وربنا كان جرى كل فرقه فرنسا وراه في السن ده. هو سليم ولا هو صغير؟ لا سليم. اتفضل يا مبابي دوت. كنت بقعد اقول له ايه وانا بتفرج كده، بقول له انت لسه صغير يا عم، ما جراش حاجه. وبعدين ده خد كاس عالم قبل كده، ايوه النسخه اللي فاتت، النسخه اللي فاتت شارك يا رضا لعب، ايوه طبعا. فقلت يا عم يعني سيب لي ميسي بقى المره دي، خليك جدع. لا يا عداله السماء يا عم عبد الله، عداله السماء ان ميسي يشيل الكاس بصراحه. يعني واحد بالموهبة دي وكل الأرقام اللي عاملها دي وأحسن لعيب في العالم كم مرة والكلام ده وما يشيلش كأس عالم. طب خلينا آخد بس رؤية فنية من الأستاذ صلاح عبد الله. اتفضل. على منتخب الأرجنتين، هل فعلا هو منتخب ميسي فقط؟ هل اللاعبين اللي حواليه يعني كابتن رضا بنتكلم في حاجات يعني شفناها في الملعب، إن هو بيرقص يا أستاذ صلاح ويظبط الدنيا وبعد كده يدي اللعيبة إيه كورة كده متقشرة حط جول وبيحطهاش. انت برضه وجهه نظرك كده برضه ان يعني هو ميسي المنتخب فقط ولا برضه في لعيبه كويسه؟ بص هو المايسترو انت عارف المايسترو اللي بيقود فرقه موسيقيه، تمام، لازم العازفين نفسهم عشان يطلعوا سيمفونيه رائعه ومتميزه، لازم العازفين يبقوا شاطرين صحيح، يعني ما يبقاش اي عازفين. فهو المايسترو اللي بيقودهم هو تركيبته في الملعب كمان تجنن. بس النهارده كان بيجري كتير، النهارده رضا جري كتير جدا ورا كتير وبقى يتزحلق وبتاع وبيتزحلق وبيلتحم النهارده وبينط، ده في واحده مطلعها كورنر يا عم صلاح. ايوه بالظبط، الله ينور عليك. قبل كده كنت تلاقيه واقف في الملعب واقف ايوه ما كان في فوعاليه فجاه يتحرك يعمل. طبعا انما انا معاه جدا طبعا انه لا برضه معاه فرقه جامده دي ماريا. انا زعلت قوي ان المدرب خرج دي ماريا يا رضا. تعب يا عم صلاح، مش كان باين عليه والله. ما المشكله فارق جدا قبل ما يتعب يا عم صلاح، كان بيرجع ويعمل الزون ديفنس مع اللعيبه وكلام ده في اخر الوقت كان بيقف زيه زي ميسي، فاتنين يبقوا تقيل قوي على فرقه زي فرنسا، واخد بال حد؟ فالراجل قال لك بقى اسحب وابدا اامن واقفل بقى اللي جنابه عشان